سماحتك، ما عرفنا لك رأي واضح في قضية التسوية اللي طرحت أخيرا. سمعنا أنه سمعت السيد عمار الحكيم قام بزيارات إلى الأردن، إلى طهران، ومن ثم عاد حاول استئناس المرجعية بهذه الورقة، ورقة التسوية. ومن ثم سمعنا أن كل شيء انتهى أو توقف أو تجمد، وأن هناك خلل في الموضوع. كيف نظرت إلى هذه القضية سمعت؟ أولا، موضوع التسوية موضوع تسوية سياسية، وأنا أرفض التسويات السياسية. بس اسمها تسوية وطنية، العنوان المشروع. اقتربت الانتخابات فجاءت التسوية، صار 4 سنين دماء تراق وبلا رادع وبلا أي تسوية. أولا يجب أن لا تكون سياسية، ثانيا يجب أن لا تكون على حساب دماء الشهداء، ثالثا يجب أن تكون هناك نقاط واضحة مجتمعية تصلح المجتمع قبل أن تصلح السياسة. فإذا كانت هذه النقاط الثلاثة يمكن. وأنا أقول نقطة مهمة أخرى، أن هذه التسوية جاءت في وقت مو الوقت الضائع أصلا، ما بعد الشوطين إنجاز التعبير، وهذا ما بها فايدة. أنا قلت لرئيس الوزراء السابق أنه تعال خلينا نروح للأنبار أيام مظاهرات الأنبار ونحل المسألة بطريقة سلمية، حتى لو هم فقاعة برأيك نحل الفقاعة بأسلوب حضاري وبأسلوب ديمقراطي، وتنحل المسألة. عندهم مطلب، مطلبين صحيح، مطالب خطأ نعوفها مو مشكلة تنحل. لو حلت هذه المشكلة من ذي بدء لما كانت هذه الدماء. بعد أن كانت هذه الدماء وأريقت تجي تريد نسوي التسوية، والسؤال المهم هذه التسوية مع من ولأجل من؟ مجهولية الطرف الثاني وسبب هذه التسوية لأجل شنو؟ لكي أسوي تحالفات وكتل سياسية جديدة على حساب شعبي الذي متضرر أمنيا ومتضرر خدميا ومتضرر من جميع النواحي. هذا أمر خاطئ لا يمكن أن يقبل به عقل ولا شرع. يجب أن تكون على أسس وطنية، أسس خدمية، شعبية، مجتمعية، تفيد المجتمع قبل أن تفيد كتلتي وحزبي.